مرتاحة في الحركة والناس رايحة براحة وتنزل الجنب بسبب البادرة. الله منظر جميل. منظر جميل جدا. هذا تنظيم المدينة وتشغيل المدينة في سيستم في قانون العالم كل الدول اسمه قانون تجميل المدينة. دابا الباعة المتجولين دابا خص تلقاو لهم محل ياك ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم صباح يوم الاثنين في شارع بوشريط منطقة بوشريط من مدينة حتى عملوا لهم صيبوا لهم هي جميلة جدا. عملوا لهم عربتهم شوفوها ان شاء الله تعمل في اي تدخلات على الارض الراجدين والمحلات فاتحة والناس في الهدوء والحمد لله كل شيء متعامل. دابا نشوفوا كراس النموذجيه اللي داروا ليهم. نسولكم على النموذج الكراس كي جاكم مزيان كيفاش؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. دابا راه هذا الشيء اللي داك انا كان يلاه الباقيين جداد وباقيين شويه بشويه كغاديين مع هذا الحمد لله مزيان مزيان. غنشوفوا دابا غير هما باقيين ما داروش لنا اللي الضو كانوا قالوا لنا الضو غير خطوه خطوه الضو كانوا قالوا لينا غادي ندير لكم المنضوله بحال هادو ما عطوناش. هاد الكراس شحال تقاموا عليكم؟ هاد الكراس خلصنا ب 3000 درهم. ليهم هما باعوهم لكم؟ ها خلصنا 3000 درهم في التريزور. كنا طريف. مزيان دابا خصنا نوريكم السليمه، حنا بغينا نلقاو بغينا نهضروا. ربي يجيب الرزق ربي يجيب الرزق ان شاء الله. الله يرحمك. اللوز صح قرقاع؟ مزيان؟ الفاكهة الجافة. الفاكهة الجافة. الحمد لله رب العالمين. يعني ان شاء الله مرتاحين الحمد لله. بالنسبه لهذه المبادره الوطنيه كنحسوا مزيان اننا ولات عندنا قيمه في هذا المجتمع وكنشكروا صاحب الجلاله اننا دمجنا في هذه المبادره الوطنيه ولات كيعترف بنا السلطات المحليه ولاو السلطه ما يعني كننظفوا بلايصنا وكنخليو كنقص حصلنا إنارة. بالنسبة للإنارة قلنا غنزودكم بالإنارة إن شاء الله. إن شاء الله خطوة خطوة إن شاء الله. إن شاء الله. هي راه بادرة مزيانة. هي بادرة مزيانة كنتمنى تعمم على جديدة كاملة إن شاء الله وتبقى حتى البلاد نقية. في السياحة تنفع البلاد وحتى ولاد البلاد حتى هي مزيانة ليهم. غير بغينا تعمم على حتى ولاد البلاد تاعهم. إن شاء الله الرحمن إن شاء الله. بادرة طيبة إن شاء الله والكل متعاون والحمد لله رب العالمين. صباحكم مبارك. الله يسلمكم. السلام عليكم. سنة سعيدة إن شاء الله. بدأتها بهذا المنظر الجميل الحلو إن شاء الله الرحمن الرحيم. هاي كل الناس ما شاء الله سيماهم في وجوههم كل شيء فرحان والحمد لله. كلمنا شوية لو سمحت عن هذه البادرة. حبيتها مبادرة ان شاء الله. عاش الملك. عاش الملك. عاش محمد السادس. عاش محمد السادس. الله يسلمكم. الله يخليك. ومبروك وسنة سعيدة على الجميع ان شاء الله. علينا وعليك يا اخي. على الجميع. علينا وعليك يا اخي. الله يحفظك. شكرا للمجازفات كات. شكرا يا حبيبي. شكرا. امالين خلصنا امالين. تعال حمودي حمودي. تعال يلا نروح مالين الغرفة. اجي اجي. اجي اجي. هذا الموديل عطاو لكم هما هذا. اه عطاو لكم هما الله يسهل عليه. اه تكلم. السلام عليكم. الله يخلي سيدنا. السلام. هذا هو الموديل. هذا هو الموديل. سنة سعيدة إن شاء الله. علينا عليكم. إحنا مجلة مزاجان فانكات. أنا اسمي محمد كامل. أنا اسمي جمال. أخي اسمه حمودة. مجلة فانكات كنعرفوها في فيسبوك كنعرفوها مجلة زوينة. شبعين هذه المجلة. تعاون الشباب. مرحبا. كلمونا عن النموذج الطيب هذا إن شاء الله. شكرا شكرا. ميرسي بوكم. نموذج زوين بزاف. نموذج جد جميل وفهمتي وكيعاون الشباب. هما بحال هكا ولاد. والفراشة الحمد لله غير فهمتي كيف الشوارع ديال المدينه كيبقاو ديما نظاف كتبقى عاطي واحد منظر جميل تجميل المدينه قوه مساعده ما يبقاوش كنتمنوا حنايا من السلطات تعطينا واحد الحاجه
بغينا هاد المدينه هادي تعاونوا معانا في واحد النطاق اخر ديال الجمهور وديال داكشي الاخر. بغينا نسربوا ان شاء الله بالبيض والخضار، فهمتي، باش نساندوا المدينه ونساندوا الفريق ديال الدفاع حسن. كنطالبوا من القوات المساعده، الناس راه ما عندهاش مفرشين بالارض. الحمد لله الحمد لله، شكرا، كلشي متعاون، كلشي فرحان، الحمد لله. كنشكروا الناس، كنشكروا الناس اللي معاونين على هادشي. الحمد لله، كنشكروا طيب الله يسلمك. شوف ابو القاسم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك. الله يسلمكم. ماذا أقول؟ اسميتك؟ اسميتي ساتي فتيحة. ساتي فتيحة، أنتم عندكم هذه شريناهم. شريناهم بفلوسنا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. إن شاء الله سنة سعيدة تدخل عليكم بالرزق والصحة إن شاء الله. نعم صح. نعم. بدرة طيبة والحمد لله. عاش محمد السادس. عاش محمد السادس. دابا غنديروا لنا واحد 400 في النهار، نبقاو نخلصوها ديما. قال لك خلصوا واحد 400 في النهار كل يومين. حنا المهنه ديالنا ضعيفه شويه، النعناع ما كنربحوش، داك القدر اللي غنخدم 400 النهار وتبقى لينا ثاني زايده شي حاجه، ما غاديش يخلي لنا باش حنا باش نفوتوا. حنا كاين نهار اللي كنبيعوا، انا دابا النعناع كاين نهار اللي كنخدر 50 درهم في السوق. يلاه بادي فيه. شكرا شكرا. ديما قلعه رحيم. احنا دابا واقفين في منطقه بشريط، بنتكلم مع الاخ. اولا هذه المبادره اللي دار الاخ الكريم مصطفى، اهلا وسهلا. اولا هذه المبادره اللي دار داروا الناس خاليه، الكروسه الصينيه غاليه، مستعد باش نجبدوها، والكره 12000 ريال في الشهر غالي. إلا هبطوا شويه في الثمن قدروا نغامروا، ما هبطوش الثمن صعيبه. راه بيجي بالتيسير ان شاء الله. لا، الموقع ديال البيع والشراء ماشي تما. دابا كتلمش ممكن دير انت كروسه بهذوك الاوصاف اللي يعطيكم هما كروسه. كيعطيو 60000 ريال، تعطيو 60000 ريال ولكن دخل 12000 ريال في الشهر. دابا جاتكم غاليه انتوما. ايوا هذا الكلام راه غيوصلهم هما. مزيانه تقلت الراي ديالك. حنا كن فهمتي المبادره هي مزيانه، التنظيم مزيان ولكن غالي شويه. شكرا صافي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ورحمة الله. لو سمحت تخبرنا رايك بهذا الشيء الحاصل هنا، هذه المبادره الطيبه اللي حاصله هنا. يقدمنا الاسم والناس. السلام عليكم. وداد محمد، رئيس التنسيق الاقليمي لحامل شهاده الجامعيه بمدينه الجديده. بخصوص هذه المبادره ديال الاسواق النموذجيه اللي سمحنا نشوفوها، هي مبادره محموده الحمد لله. وفي الحمد لله، وفي ذات الوقت هي كتساهم يعني بانقاذ واحد الفئه عريضه من المجتمع اللي كتعيش هشاشه وللظروف ديالها الاجتماعيه قاهره. يعني حبذا نشوفوا مبادرات من هذا النوع، ولكن ما تكونش قاصره على واحد الفئات معينه بالذات، يعني تكون كتشمل واحد الطبقات واسعه. الحمد لله احنا مثلا على مستوى اقليم جديده كاينه مساحات، كاينه مؤسسات من كل الناس تقوم بالتمويل، ولكن مع كامل الاسف كاينه واحد الطبقه يعني المغيبه، ولحد الساعه يعني ما كاينش حلول يعني موضوعيه ولا جوهريه اللي كتحد من المعاناه ديالها، وهي فئات حاملي الشهادات. حاملي الشهادات حتى هما بغيتو كنتمناو تكون مبادرات في هذا الاطار، وحتى هما يعني يدخلوا لهذا الميدان وتعطيهم امكانيات. واش حاملين الشهادات ماشي من الفراشه؟ ما كاينش فيهم فراشه اللي حيدوا. حنا كاينين حاملي شهادات سيديروا فراشات في مدينه الجديده، ومع كامل الاسف ما شملهمش هذه الاستفاده ديال الكرارس. ما شملتهمش هذه الاستفاده. كاين حنا عندنا مثلا في التنسيق الاقليمي ربما كاينين شي 20 واحد سيدير فراشه، علاش مثلا هاد الناس هما ما دخلوش في هذا البرنامج واستافدوا؟ مسألة ثانية أخرى، حنا كان عندنا حوار، يعني حنا كاين حوار مع السلطات المحلية والسلطات المحلية على مستوى الإقليم، وكنتمناو أنه هذه الفئة المهمشة يعني اللي ما مع كامل الأسف ما تيتمش البحث عليها، ولا الصحافة حتى هي تتغيبها، يعني ما كاينش واحد الصحافة ولا جهات داعمة اللي كدعمها حتى هما يدخلوا في هذا الإطار. يعني راه كاين ملي كتلقى واحد مثلا حامل شهادة وتيطول يدير فراشة، هنا كيولي عندنا مشكل. وتحيه بالنسبه للمن التنسيق الاقليمي، وكنشكروا القناه لهذه الالتفاته ديالها. شكرا لهذا النداء، كنطلبوا يتلبى. كنتمناو ان السلطات المعنيه تسافد للفئه هذه
وفي اطار حل بديل، ربما سيكون في اطار حل بديل كان ان شاء الله، ما يكون الا الخير ان شاء الله. سنه سعيده ان شاء الله، سنه سعيده لكم انتم كذلك. والى اللقاء جميعا من منطقه بشريط. احنا مجله مزاغا 24 مع الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قدم راسك لو سمحت. عبد الاله بن ساعود. عبد الاله بن ساعود عاطل. غير بغيت نتكلم على هاد المبادره هذه. كاينين ناس كيبيعوا غير الخبز وما يمكنش يستمروا يصوروا 12000 ريال. ما غنتكلموش على 3000 درهم، ولكن غنتكلموا على استمراريه ديال 600 درهم اشاك موا، وهما مضاربين مع الحياه. كيفاش كيجمعوا هاد 600 درهم وهما ما كيصوروا؟ يلاه يصوروا ما ياكلوا. وثانيا كانوا في البلاصه اللي يصوروا فيها الدراهم، ودابا تحولوا لواحد البلاصه. دابا 3 ايام ولا 4 ايام كانوا معاهم. انا وجدت داك لو كارتي وعندي مي بروبليم، وما غنهضرش على المشاكل ديالي واخا جي شويه ونيطا دو شوما صافي ديزاني ديزاني ديزاني. ولكن اللي ما عجبنيش ك هذه هو هاد 600 درهم اشاك موا غتجيهم قاصحه. دابا ان كونطابل، جيت ان كونطابل وي وي جيت ان كونطابل كي ديفون لي زوطر لي زوطر وي لي زوطر سي موا فوالا سي لوطر سي موا. شكرا شكرا كنشكركم. اهلا وسهلا. الله يسلمك. احنا دابا عم نتمشى في الشارع بشريط، شارع خاوي بشريط. الأرصفة الأرصفة باينة وبيمشوا عليها الناس، شوارع نظيفة الحمد لله. إن شاء الله سنة جديدة تكون سعيدة على الجميع، على اللي كانوا هنا الفراشات، وإن شاء الله ربي بيبعث لهم رزقهم، وعلى أصحاب المحلات اللي موجودين على الجنبين، وعلى كامل أهل المنطقة إن شاء الله الرحمن الرحيم. ربي يكمل بخير. الشارع باين ان شاء الله اصحاب الفراشات يكونوا مستفيدين ان شاء الله. حتى هما ما يتمخسوش يسوهم. طبعا ربي يبعث الرزق للجميع. احنا شايفين كيف حركه السيارات كثير سهله، لكن كنطلبوا من السلطات يبقى سويفي. قول انت كيفاش العربيه؟ الله ان شاء الله تكون متابعه باذن الله. اتمنى على الجميع تكون متابعه طيبه ان شاء الله لهالبادره الطيبه. الله ساحه خير واسعة، ساحة واسعة واتساع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي قدموا أنفسكم. أنا سيدي عندي ثلاثة الوليدات وكنبيعو نشري 36 عام، وأنا كنبيعو نشري هذه البلاصة. في البلاصة ملي كانت سينما الريف وأنا كنبيعو نشري. وكان يا سيدي عبيد، ولدي عنده 26 عام، الا ما عطيتوش باش يحسن، ما عطيتوش باش يمشي للحمام ما عندوش. انا دابا كنخرج كنبيع ونشري باش ندير لهم يفطروا، باش ندير لهم يتغداو. انا ما عنديش، وهاد الناس حيدوني من هاد البلاصه. هي اللي فيها الحديد، هاد البلاصه كنباتوا فيها كنضلوا فيها كنبيع ونشري باش نعيشوا. سيدي انا كطالب هاد البلاصه نيت ماشي على خاطر البلاصه عطاونا فيها هما هاد الناس، قالوا لنا تاخذوا هاد الكرارس نخلصوا 60000 ريال و400 نهار. ما عندناش سيدي هادشي، هادشي اللي داروا لنا هاد الناس بزاف علينا. كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين الله يرحم لي من الوالدين، حنا راه عيالات، يديروا لنا شي بلاصه زوينه اللي ناكلوا فيها الخبز باش نعيش. شكرا. انا نفس المشكل عندي. انا 20 عام وانا كنكلب 20 عام نفس المشكل. نفس المشكل بزاف. هذه مره مطلقه وعندها مطلقه عندي ولد وولاها بزاف، ولا كنخدم 3000 درهم جاتكم بزاف. 12000 ريال في الشهر هذو انت بزاف، وكارين وعندنا مسؤوليه. شكرا. الله يرحم لكم الوالدين. هنا الطريق ولات ليبر. كيتباع حدا لي طواليت ماشي صاحب. هات شوف خبز بحال لي طوالي. جاك المنظر ان شاء الله، والناس رايحه جايه، الراجلين كثير مرتاحين بالحركه، اصحاب المحلات طالعين على برا كلهم، كل شيء فرحان.
السياره ولات كتمر السياره ولات صحيح كتمر كدوز انت كدوز بسهوله الحمد لله.